وبنجد تحية لكل المشاهدين، وهنكمل النهارده موضوع هدايا عيد الأم اللي اتكلمنا فيه المره اللي فاتت، وازاي تقدري تقدمي هديه مختلفه زي ان الأم ترجع لها النضاره والحيويه للبشره والعوامل الكتير اللي مرت بيها من حمل وولاده وسهر وإرهاق، ازاي ممكن تبقى دي افضل هديه. ومنورانا الدكتوره مروه رحاب. اهلا دكتوره. اهلا بك يا سهير. اهلا وسهلا بك يا دكتوره. اهلا بك يا مفيد. وايه مقترحاتك في حته الهدايا؟ حته الهدايا، بصي احنا مش هنقول ان هي كل واحد يهادي مامته، بس انت كمان ممكن تهادي نفسك. يعني ادلع نفسي. دلعي نفسك. اللي مثلا لا قدر الله مامتها مش موجوده او عندها ظروف او هي حاسه ان هي مضغوطه، لا احنا كمان عايزينك انت تدلعي نفسك. قررنا ان احنا نعمل الاحتفال ده من اسكندريه للصعيد. فاحنا يا جماعه عاملين هدايا، هنعمل 100 جلسه هيدروفيشيال هدايا للناس. احنا عندنا في المستشفى بتاعتنا في طنطا، وعندنا في العياده بتاعت القاهره، والناس اللي هم بتوع الصعيد هنعمل لهم في الغردقه، هنروح ايفنت في الغردقه. ده اول مره يمكن انتوا تسمعوا عنه. هنعمل ال 100 جلسه الهيدروفيشيال، وهكون موجوده، وهنعمل لناس الاوفرز على جلسات بقى الشعر، على جلسات النضاره، على الفيلرز، على كل حاجه. فدي هتبقى هدايا بمناسبه يوم المراه. مش هنقول بقى يعني عيد شهر الام، المرأة. شهر المراه، شهر المراه، لان لازم المراه تبقى متميزه، ولازم تحب نفسها، ولازم تهتم بنفسها بكل الاشكال. احنا شايفين معاكي موديل انت جايباها تورينا، يعني انا هقول لك بقى القصه بتاعه الموديل دي ايه. احنا جينا في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا على الفيلر والاورجانيك فيلر. جات لي اسئله كتيره جدا على الصفحه بتسال هل الفيلر ده لازم ليه سن معين؟ هل الفيلر ده ان انا بعمله عشان عندي ديفو معين في وشي؟ هل الفيلر ده السن اللي انا ممكن ان انا استخدمه؟ هل الفيلر ده ايه؟ يعني معلومات عن الفيلر. فحبينا ان احنا نخرج بره الصندوق شويه، هنجيب لكم حاله. جبنا حاله فعلا معانا، البنوته الجميله الاستاذه ايه. بس هي صغيره قوي، هي سنها 24 سنه، فعلا مش كبيره. هي عملت دايت، كانت مليانه، وشها خس جدا. بدات هي تتضايق من وشها، بدات الناس تعلق على وشها، اللي هو انت وشك تعبان، انت وشك فيه مشكله. وشها قمر الحقيقه. طب انت شايفه ايه الديفوهات اللي موجوده في وشها؟ انا مش شايفه ولا ديفو. طب وانت يا مفيده؟ ولا انا. طيب اقوم اشرح اقول لكم ايه الديفوهات اللي موجوده في وشها. تمام. اولا احنا بنتكلم على الفيلر ان ده ماده اورجانيك، ده هيالورونيك اسيد زي الموجود في الجلد، فده ما فيش اي مشكله منه، في منه تركيزات حتى للنضاره للبنات الصغيره. طيب انا معايا كده الاستاذه ايه. انا طبعا شفت صورها قبل ما كانت تخس. احنا عندنا خليكي عاديه خالص يا ايه. منطقه تحت العين هنا التير تراف او منطقه الهالات السمراء دي عندها صعبه جدا، منطقه الخدود دي نازله. لو احنا اتكلمنا على المثلث او النسب الذهبيه بتاعه الوش، المفروض ان ده يبقى عريض من هنا ونازل من هنا اللي هو المثلث، لا احنا عندنا ده داخل وده طالع اللي هو الجولاين. في بقى هنا نقطه مهمه جدا، بصي كده يا ايه، معلش لو الكاميرا باينه الدقن هنا، في تراجع في الدقن واضح جدا، ده عامل لها اللي هو الضب. احنا معاك. حضرتك بتتكلمي على شكل مثالي، اللي احنا شايفينه ده شكل حلو. لا هي شكلها حلو بس شكل احنا عايزينها تبقى الاحلى. ليه؟ اللي هي شكلها فريش، حاجه اللي هي شكلها ان احنا مش عاملين حاجه. لا انت عايزه تبسطيها يعني عشان خست. هي خست، هي اصلا وشها كان مليان وكان في حاجات كويسه. مثلا في ناس تيجي موضوع الدقن ده على فكره ناس كتير قوي بتشتكي منه. ان هي تيجي تقول لك لا انا عندي ضب والموضوع ده، لا على فكره موضوع تافه جدا وبيتحل في ثواني من غير اي مشاكل خالص. في بقى شويه حاجات تانية، يعني عندها مثلا موضوع الانف هنا برضو، في ناس بتروح تلجا للعمليات. احنا بنقول يا جماعه الطرق الغير جراحيه للتجميل. ايه اللي بيتعمل في الانف يعني؟ يعني هي عندها هنا العظمه بتاعه الانف دي هنا طالعه واضحه اهي، تمام، والانف من هنا التب بتاعتها نازله، دي احنا بنعملها بالفيلر. هي الفكره اللي احنا عايزين نقولها ان الفيلر ده ممكن احنا نستخدمه في اي سن، لانه ماده طبيعيه اورجانيك، بنصلح فيه الديفوهات اللي احنا يعني معلش هي 24 سنه، ايه اللي خليها تخش تعمل سيرجري مثلا في مناخيرها او في دقنها او تعمل تصليح للفك؟ طب ما الموضوع بسيط وسهل وبيتعمل على طول. منطقه تحت العين برضو بالنسبه لها، احنا هنعمل الحقن برضو هنعمله بكانيولا. الكانيولا ديت حاجه اللي هي يعني مش انفيزيف، حاجه خفيفه جدا، هي مش هتحس بيها. وانا جايباها عشان الناس تبقى فاهمه، لان الناس عندها تخوف جامد جدا من الموضوع ده. فانا يعني هستاذنكم هنعمل نشتغل كده بسيط بسيط. احنا طبعا عاملين تعقيم وعاملين تخدير بنج وكل حاجه قبل ما نشتغل.
هو الدكتور ممكن يشوف ديفوهات نعم الناس العادية ما تشوفهاش؟ اه. وبعدين انا عايزة اقولك ان دلوقتي بدأ الموضوع ياخد حيز جامد جدا. انا امبارح جات لي ام ست يعني فاضلة مع بنتها، هي عندها 3 بنات. البنت الصغيرة هي جاية بتقول لي البنت عندها حالة نفسية ان هي مش بتتجوز، لان كل اللي يشوفها يقول عليها وحشة. هي مش وحشة، هي مش عارفة تبين جمالها الطبيعي فين. فاحنا يا جماعة بنقول لكم ان الموضوع سهل وبسيط وما فيهوش اي مشكلة خالص، وبيتعمل في 5 دقايق. الموضوع مش مؤلم، ما فيهوش اي مشكلة خالص، الموضوع بيظبط معانا وبدون اي مشاكل. بصي احنا ايه هنعمل الحقن كده بالراحة. احنا هنبتدي طبعا بمنطقة التمبل اللي هي بتاع رفع الحاجب، وهنا منطقة الخد. احنا هنحقن نص الوش وهنشوف شكله طبيعي ولا مش شكله طبيعي. دي الكانيولا. ايه الاخبار، في الم او في حاجه؟ الكانيولا ديت نان انفيزيف، يعني من تحت ما فيهاش ابر او فيها حاجه. طب دكتورة خلينا يعني ممكن نكتفي بالقدر ده، خلينا نشوف الفرق بين الجزء ده في الوش والجزء التاني. حاضر، موضوع بسيط خالص. احنا عملنا حاجة بسيطة تحت العين، اظن الفرق واضح. ورينا كده بقى الناحية التانية. شوفي دي اهي كده، بس احنا ما كملناش، احنا كنا عايزين نكمل كده اهوت. بصي هنا الناحية التانية، شايفه السواد تحت العين والخد ساقط ازاي؟ هنا الخط بتاع النيزوليبيال ده اتحسن تمام. احنا عايزين نعمل لها برده منطقه الدقن دي، لان فعلا هتفرق معاها جدا. هي مش حاسه باي الم صح؟ هي مش حاسه باي الم. اوكي نامي. هي دي فكره الكانيولا، ان احنا بنحقن بالكانيولا، لان الكانيولا زي ما قلنا ما فيهاش حاجات اللي هي. طبعا راي دكتور التجميل بيبقى مختلف عن راي ناس كتير، يعني انا من رايي لو انا ايه بتقول ان انا عايزه اعمل حاجه في وشك هقول لها انت زي القمر وتقبلي نفسك. يعني على فكره انا عايزه اقول لك السن الصغير ده يتقبل نفسه. المشكله ان انا احببه في نفسه. المشكله ان احنا فعلا بدا ناس كتير، احنا بنجيب لكم تجارب حيه من عندنا من العيادات، يعني احنا مش بنقول للناس اعملي حاجه، لا احنا بيجي لنا ناس بتاخد راينا ان انا قال اعمل جراحه ولا لا اكتفي بده في السن الصغير دي. في السن الصغير على فكره احنا الايدجنج بيبتدي من كام؟ من 25 سنه. وبعدين احنا بنصلح ديفوهات، احنا مش بنعمل حاجه انتي ايدج. على فكره انا بحقن جزء. هي الصوره وصلت. احنا خلصنا خلاص يا جماعه، كده كده انا هكمل لها. هم قلقانين عليكي. احنا موجوعين والله. على فكره موجوعين بدل ايه. انا عارفه بس احنا موجوعين بدل. اساليها لو حاسه بوجع ايه تقول لك، لان فعلا اكيد انت يا مفيده عارفه. بصي احنا زودنا هنا حاجه بسيطه، شوفي هنا البروفايل بتاعها بدا يتحسن، بس لسه هي محتاجه تكمل. بس يعني شكله طبيعي.
هو لا، احنا لازم الشكل يبقى طبيعي في الاخر، ما ينفعش ان احنا نعمل حاجه شكلها مش ناتشرال. يعني بصي حتى هنا بدات الامور تتحسن ازاي، شوفي نص الوش ده ونص الوش ده. تمام. هو كده اتفضلي حضرتك بقى كده احنا بس بنقول يا جماعه نعتبر الفيلر ده كانه عمليه تجميل. احنا بنستعيد، بنعمل حاجات الغير يعني الحاجات التجميليه اللي محتاجه جراحات، لا احنا بنعملها بدون جراحات. احنا بنظبط الوش. المشكله دلوقتي بيجي لنا بنات كتيره جدا جايبه لي الصوره تقول لي يا دكتوره طبعا السناب شات والحاجات دي والانستجرام الفلاتر، انا عايزه صورتي زي الفلتر، انا عايزه اعمل كونتور زي مش عارفه ايه، لا اصل انا خسيت قوي وشي نزل، لا اصل انا السن بدا يبان عليا، لا اصل انا بشرتي مجهده، لا اصل انا بشرتي تعبانه. فبدانا ان احنا نستعيد بالكلام ده كله بالحقن بتاع الفيلر. وده زي ما قلنا اورجانيك، فالفيلر الاورجانيك ده لا ده امن 100%. الحقن دي اتفضلي حضرتك مفعوله بيقعد قد ايه؟ بيقعد من سنه ونص لسنتين، وبعدين تاثيرها مش بيروح، تاثيرها بيقل. في فرق ان هو بيروح وان هو بيقل. بيقل يعني هو الاكشن بتاعه بيقل، انما هو ستيل موجود في الجلد. وفي نفس الوقت لانه اورجانيك فبيغذي البشره، بيغذي البشره وبيغذي النضاره اللي هي بتعمل غير ما يبقى فيه بدون ما يبقى الكلكعه والزرقان. خالص مفيش الكلام ده خالص. وعلى فكره انا جربته مع كذا حاله وحالات من اللي هي الحالات الصعبه والناس اللي كانت بتحقن فترات قبل كده ببراندات كتيره معروفه، لا كتيره ناس قوي فضلوه. وده ما يقعدش ما يروحش في فتره اسرع من المصنع، من الفيلر لا. المصنع لان هنقول بقى ده اورجانيك وده مصنع. عادة الفيلر العادي اللي كنا بنشوفه كان تركيزه بيبقى 20-21 ميلي جرام، لان كان البونز او روابط بتاعته حاجات اللي هي كلها صناعية. ما كانوش بيقدروا يطلعوا عن التركيز بتاع ال 20-21 ميلي جرام، لا ده وصلنا ل 28 ميلي جرام هيلورونيك اسيد. الهيلورونيك اسيد ده مادة طبيعية موجودة في الجلد. فعشان كده سموه اورجانيك؟ عشان كده سموه اورجانيك، وعلشان المواد الروابط بتاعته روابط كلها طبيعيه. هنا ممكن يبقى الفيلر ده علاجي اكتر منه تجميل. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، انا عشان كده جبت الحاله بتاعت النهارده معانا، لان المشكله بتاعتها دي بتاعت الهالات اللي تحت العين، المشكله بتاعت الدقن، المشكله بتاعت الضب. في بنات بتيجي تقول لي بس انت ما بتحقنيش تحت العين، انت لا احنا ما بنحقنش تحت العين، احنا لينا هنا يظبط معينه بنحقن فيها. انا جايبه الحاله بتاعت النهارده، حتى يا جماعه الاستاذه مفيده اعترضت ان سنها صغير عادي. ما زلت معترضه على فكره، هو سنها صغير وقالت ان لا، هي الفكره فعلا ان احنا بناخده كطرق علاجيه. في فعلا بنات بتبقى نفسيا الموضوع بالنسبه لها صعب جدا، معقدها، بمعنى معقدها، لا هي محتاجه انها تعمل حاجه تكون حاجه سهله وحاجه بسيطه، وبرده يبقى مامتها وباباها مطمنين عليها. انا اعتراضي جاي من ان مش 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 من المنتج. انا اعتراضي ان ممكن انا النهارده بنت صغيره دي قد بنتي، فانا بدل ما بنتي احقن لها الفيلر اورجانيك، انا بسالك انت ينفع ولا لا؟ تمام. هل ينفع لو انا الهالات السوداء تتعالج للسن الصغير بالتاني اللي هو الفيلر اللي هو اللي بيعمل نضاره ده اسمه ايه؟ اللي هو الهايدرو ديلوكس والكلام اللي هو اللي هو النان كروس لينكد مونوفيليا ولا لا هي الفكره ما هي على فكره اسمه ايه؟ نسيت الحقن اللي حضرتك بورتفوليو. ايوه البورتفوليو يعني انا برافو عليك. البورتفوليو ده ممكن بروفايل. في السن بروفايله ممكن بروفايله ده في السن ده يديني نتيجه او لا بدل الفيلر، واخلي الفيلر الاورجانيك للسن الاكبر. طب ما احنا في الحالات في الاكبر نقطه بقى انا هقول لك عليها، هو البروفايله ده عباره عن ايه؟ ما هو انا فيلر بس فيلر بيدوب في نفس الوقت ما بيملاش. لا خالص ما بيملاش الوش. البروفايلو هيلورونيك اسيد نان كروس لينكد، بيملى الوش بس ما بيقعدش فتره طويله. هو ده بس، انما احنا بنتكلم انما هو في الاخر فيلر، هو في الاخر هيلورونيك اسيد. فانا انا بس عايزه افسر عشان افهمها الفكره في ان النهارده انا النهارده لو انا عندي مشكله في الهالات السوداء وعندي مشكله انا عايزه اقول لك في حالات علاجيه انا ممكن اتعامل مع البروفايلو من غير ما املى وشي، الا واذا لو انا عندي مشكله في الدقن وفي التطويل او في ديفو، فانا اقدر استعمل الاورجانيك لو هعالج ديفو باين في الوش. فاهمه قصدي انا عايزه اقول انا فاهمه. اولا الهالات السمراء انا ممكن ما احقنش خالص، ممكن ما احقنش خالص فيلر. ليه؟ ما على حسب الحاله اللي قدامي. يعني انا ممكن الحاله ديت يكون عندها نقص حديد جامد لازم تاخد فيتامينز، ممكن تكون صبغه، ممكن تكون وراثه. في بنات زي ايه اللي معانا هي ما خست
طبقه الدهون اللي موجوده هنا سقطت. انا معاكي انا معاكي انا 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 الفكره بقى في البروفايلو، انت حطيتي هيلورونيك اسيد في الاورجانيك، انا عندي الاورجانيك احسن لان الاورجانيك ناتشرال. ايوه حبيبتي، بس دكتور الاورجانيك بيملى. ما انا هقول لك بقى في نقطه انت مش واخده بالك منها، احنا لو جبنا الحقن اللي معانا دي دلوقتي احنا عندنا كذا نوع، مش كل نوع بيتحط في نفس المكان. يعني انا دلوقتي النوع اللي حطيته تحت في الدقن غير هو النوع ده اللي يملى، غير اللي بيتحط تحت، غير اللي بيتحط تحت العين، غير اللي بيتحط في الشفايف. ايوه يعني كل منطقه ليها، كل منطقه كل دور بيملوا. لا على حسب التركيز بتاعها. ماشي، بس ليها عنصر ان هو ممكن يملى شويه، بيملى حاجه بسيطه. لنفترض ان اللي عايز يجي لحضرتك مش عايز يملى، بس مش عايز يخلي الهالات السودا مش موجوده، بنعمل له بقى حاجات تانية لو هي الحاله انديكيتد. بنحقن له بقى حاجه اسمها ال سي، حاجه اسمها ال سي رينيو، اللي هي مشتقات خلايا جذعيه او برايت. فهمت. ديت عشان التفتيح. بس هي الحاله محتاجه ايه؟ انا فاهمه طبعا، على حسب ما انت هتقول. يعني انا مثلا هحقن هنا تحت العين الفيلر اللي هو نان كروس لينكد، ماشي، هو على فكره هيملى برده بس مش هيقعد معاه، ده للنضاره. طيب واحده عندها خطوط رفيعه، مش كل الحالات بنملى ومش كل الحالات بنصلح. على حسب ما انت بتقرري. هي الفكره ان الناس متخيله، وعلى فكره يا مفيده الفكره ده موجود عندنا، يعني بدات الناس تتغير شويه فيه، وانا بشوفه مع بيشنت كتيره ومع بنات كتيره صغيرين. هي جايه عندها مشكله، هي متخيله ان ملهاش حل او لازم اروح اعمل سيرجري. طب انا الاسهل اسالك انا السؤال الاسهل، اعمل حقنه فيلر اظبط فيلر طبعا، ولا اخش اعمل سيرجري تعديل للفك؟ لا طيب. هل بقى التكلفه الاقتصاديه للحقنه دي اللي هو الفيلر الاورجانيك زيها زي الفيلر العادي، ولا دي تكلفه؟ لا طبعا لا، مش فارق كتير. وبعدين هم عشان شهر المراه زي ما هم بيقولوا الشركه، عشان نازله لونش جديد في مصر، فعاملين اوفرز رهيبه على كل الحاجات بتاعتهم. فاحنا بنقول لهم يا جماعه لا، انتهزوا الفرصه وشوفوا الاوفرز ديت واستفيدوا بيها، لان فعلا هتفرق معاكم. بنشكرك يا دكتور، ميرسي ميرسي. وبرده لازم هعمل لك الحاجات بتاعتك. باذن الله باذن الله طبعا يا دكتور، ميرسي جدا. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. ميرسي يا ايه، نورتينا وشرفتينا. ميرسي يا ايه، ويا رب تكوني مبسوطه، اهم حاجه تكوني. ونبقى نجيبك بقى مره ثانيه من غير ما انت تواجهي عندنا وتطبخي. هي ما توجعتش. انا يهمني ان انت تيجي. في وجع فعلا، الوجع كان يعني حاجه حتى ما حسيتش بالشكه اصلا. يعني انا يهمني ان الاكسبيرينس تبقى حلوه. ميرسي. اوكي شكرا. شكرا للدكتورة، وان شاء الله دايما نشوفك على خير وتقولي لنا كل جديد ومفيد. شكرا يا آية، وشكرا لحضراتكم. ولسه مكملين وعندنا شخصية مهمة جدا بعد الفاصل.